مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتريك مع أولى مباريات أو أولى أيام بطولة غرب آسيا اللي انطلقت اليوم بثلاث مباريات اللي راح نتكلم عليها بالمباريات الثلاثة، وأيضا راح نستمر لغاية نهاية مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظير المنتخب الأردني اللي ما زال منتخبنا متقدم في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الأردني. ورحب بضيوفي في هذه الحلقة كل من الكابتن سلام هاشم محلل البرنامج هاتريك، أهلا وسهلا بي كابتن. ورحب أيضا بالكابتن حمزة هادي، أهلا وسهلا بي كابتن حمزة في هاتريك. هنبدأ مع آخر أخبار منتخبنا الوطني المعسكر في مدينة خيريز الإسبانية. منتخبنا طبعا وصل يوم أمس وخاض وحدة تدريبية خفيفة، واليوم خاض وحدة تدريبية أولى في مدينة خيريز الإسبانية. اللاعبين طبعا اكتمل صفوف الفريق بالتحاق اللاعبين المحترفين، وأيضا هذا المعسكر هو لخوض مباراة ودية أمام كولومبيا في 16 من هذا الشهر، أي بعد 4 أيام أمام كولومبيا، ومباراة ثانية راح تكون أمام بطل دوري جبل طارق، راح تكون هي أيضا مباراة تحضيرية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. طبعا اكتمل عقد اللاعبين مع وصول اللاعبين المحترفين إلى إسبانيا لمعسكر منتخبنا في مدينة خيريز. وصول الأمير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال وآلاي فاضل وفرانس بوتروس، وأيضا عدد من اللاعبين الآخرين اللي التحقوا باشانق عبد الله أيضا ضمن صفوف المنتخب الوطني. هذه اللقطات لوصول عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، في تحديدا في الدوري الانجليزي زيدان اقبال مع مانشستر يونايتد، وامير العماري وكيفن يعقوب في الدوري السويدي. باشانق عبد الله وصل ايضا، الان محي الدين ايضا وصل، اندري الصناطة ايضا كان وصل الى معسكر المنتخب الوطني تحضيرا لودية كولومبيا. طيب خل اخذ راي الكابتن سلام هاشم بي انه معسكر، قبل ادخل لمباراه البطوله غرب اسيا، معسكر وعدد اللاعبين المحترفين امام انظار كاساس قبل مباراه كولومبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لك ولجمهورك والاخوي العزيز كابتن حمزه. احنا اتفقنا في حلقه سابقه وايضا كنا انا والاخ حمزه بهذا الموضوع، حكينا انه الان اي تجمع للمنتخب الوطني هو يصب في صالحه، وخصوصا لما يجون اللاعبين المغتربين وينجمعون مع اللاعبين المحليين بحاجة. دائما المعسكرات التدريبية عملها هو الانسجام، على فكرة الناس تتصور كرة القدم فقط أن تلعب داخل المربع أو داخل المستطيل الأخضر عفوا، لكن هي عمل الانسجام والعلاقة الطيبة بالخروج والجلوس بالمطعم، هذه كلها أسباب مؤثرة جدا في أن تبني علاقة جماعية، وخصوصا هي كرة قدم بها لعبة جماعية مو فردية، تحتاج حتى أن يكون انسجام خارجي غير الانسجام داخل الملعب. صحيح. بالأخير يلقي بظلالة داخل الملعب. فهذا طيب. المعسكر اتفقنا عليه أنه منا إلى أن تبدي التصفيات إحنا بحاجة إلى أنه أي تجمع يحضرون به اللاعبين، وخصوصا اللاعبين اللي عايشين برا في أوروبا مغتربين، راح يصبوا بمصلحة المنتخب. صحيح. وفعلا شفناها هسه أنه تواجدهم. طيب خلينا ننتقل للكابتن حمزة. طيب خلينا نتابع الشوط الأول مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيرة الأردني، حتى راح نتكلم على هذه المباراة، بعدها راح أخذ المباراتين. يعني هذا هو الهدف الأول عن طريق بلند حسن. طبعا شوط أول قدم به منتخبنا مستوى رائع، لكن سرعان ما سجل هدف التعادل المنتخب الأردني. كابتن حمزة كيف شفت الشوط الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك كابتن داود والجماهير برنامج هاتريك والكابتن العزيز كابتن سلام. حقيقة اليوم منتخبنا أدى بالشوط الأول مستوى جيد تنظيميا ناحية الهجومية وحتى من الناحية الدفاعية. أكثر اللاعبين
خاضوا في بطولة الدوحة، وأكو عملية الانسجام واضح يحتاج لهم رغم الإعداد الفقير، رغم قلة المباريات التجريبية، لكن يحتاج بعد فترة طويلة حتى يكون منتخب يعني ممتاز جدا وقوي، وتحسه يقدم مباراة جيدة يعني بوجود ذول اللاعبين، حتى في بوجود الدكة، دكة عامرة بها لاعبين مميزين برزوا في الدوري. يعني شفنا احنا بلند إضافة قوية في أول كرة داخل الجزاء، استطاع أن يسجل، لاعب هداف يعني ولاعب جيد ويعرف يقتنص الفرصة ويسجل. هو لعب على الطرف اليوم، هو اليوم لعب 4-3-3 بالحالة الهجومية، تتحول مرات إلى 4-5-1 أو 4-1-4-1. شوف هنا شنو هنا بقى ذكاء اللاعب، هو لعب على الطرف خارج يسار، شوف من انتقل منتظر دخل هو يكون مهاجم ثاني، هذا اللي احنا نبحث عنه، يعني ما راح يبقى بنفس المكان، اكو هنالك تنوع تغيير، يصير لا مركزيه، مرات يطلع نهاد، مرات يروح مكان بلند يدخل للداخل او علي الموسوي، او نفس الحاله تتكرر بيناتهم او حتى مرات لاوندي. لكن احنا مستبشرين خير بالمنتخب يعني، وهو ما نقدر نحكم على المنتخب لعده اسباب، لان هم ما متجمعين، ما عندهم فترة كافية، إعدادهم جدا فقير، ما خاضوا أي مباراة تجريبية إلا باستثناء بطولة، ويمكن وراها قعدوا. نتمنى إن شاء الله اللي يقدم يكون هذا إعداد جيد لأولمبياد باريس. طيب كابتن، بعد الهدف مباشرة المنتخب الأردني سجل هدف تعادل عن طريق ركلة جزاء، ما أعرف يعني تركيز لاعبينا ونشوة تسجيل الهدف الأول. طبعا قبل أن أجاوب على سؤالك، هي إحنا كبطولة حقيقة يعني فقيرة. غرب آسيا المنتخبات الأولمبية يعني يمكن ثاني نسخة أو ثالث نسخة تجري، لكن الشيء المهم بها أنه أكو إشارة إلى أنه نقدر أن ننظم بطولة، نقدر التجمعات. اما على الجانب الفني، شوف الكره تصير يعني انه انت بعد الهدف يصير، هي مو معناتها اكو برود او خطا. بس المشكله كابتن يعني حتى اذا هاي الحاله يعني كانش هذا التدخل، مو مال انه تتدخل انت في منطقه جزاء وتعيق اللاعب بهذه الطريقه. هو ملحق، هو بمجرد ان اندار يصور الكره تحت حيازته، بمجرد ان اندار هو كان يصور الكره تحت حيازته، لكن ما لحق ان يسحب رجله، هذاك اللاعب صار اسرع منه بالحيازه على الكره، فاضطر اسرع لانه أسرع كان وأذكى. المهاجم، لان انت ما دام انت افتريت من هاي الجهه اتوقع انه راح المهاجم صار عنده رد فعل اسرع وتوقعه افضل كان، ولهذا حصل على الكره قبل ان يوصلها منتظر، ولهذا منتظر اجى متاخر فاضطر الى انه يمس رجله داخل منطقه الجزاء. لكن انه كاداء، لا، فريقنا تحس فريق ده يلعب بأرضه وبجمهوره، وإن هو يعني مثل ما قال حمزة سمى إعداد فقير أو تحضير فقير، لكن هي أصلاً البطولة يعني على تحضيرنا الفقير. إذا اليوم شفنا 6 فرق لعبت لحد الشوط الأول، هو الفريق العراقي تقريباً الأفضل، فما معناته من ناحية الفنية، إيه من ناحية الفنية أكيد. فلهذا تشوف أنه الفريق العراقي هو ممكن يعني سهل ان الحصول على هذه البطوله. زين، انا ارجع لك كابتن حمزه، هنا حتى التنظيم الدفاعي اللي كانوا بيه لاعبينه بركله الجزاء، اذا ترجع لنا اللقطه، ما اعرف كان اكو تنظيم انه يعني وقوفهم كان خاطئ، وهذا ما ترك فراغ واضطر انه كنوش انه يدخل الى الجزاء ويعيق اللاعب. لا، هي العفو كابتن، يعني هي مو وقوف خاطئ، لكن الكره لعبت خلف مدافع يمين، شوف ورا مصطفى اللعبه، كان شويه يوسف بعيد، شويه بعيد يعني خطوات قليله، لكن حتى وان كان بعيد يعني هي مو لان الحركه صارت سريعه. القطع مال زيد ما اخذها هو، بس قطعها على اساس لعبها الى منتظر، لكن منتظر لا، بس انت المشكله يعني هاي اذا تصير احنا وتصفيات عندنا وتتاهلوا اولمبياد باريس، هاي الاخطاء لازم ما تتكرر. اكيد هي ما تتكرر. هي ليش احنا نقول مرات الاعداد يروحون اعداد معسكر ويروحون يخوضون مباراه تجريبيه حتى تقل الاخطاء؟ لكن للامانه انا
عجبوني يعني هم بالحالة التنظيمية بالحالة الدفاعية جيدين منتخبنا بالحالة الدفاع بالحالة الهجومية وبالحالة الدفاعية تنظيميا ممتاز. اللي يعاب عليه يعني هو احنا ما نقدر مثلا نلومهم في بعض الأحيان لأن هي تدري مباريات وكلها عملية اختبار وبالثنين تمرنوا اليوم لعبهم يعني ما نقدر احنا مثلا اللي نطلبه منهم مثلا عملية الاستعجال شوية خلي يتأنون بها خاصة عملية التنظيم بناء الهجمة يعني وإذا عبرنا مثلا المنطقة الوسط شوية تكون أكو عملية تسريع من اللاعبين يصير عندنا فقدان للكرة بس هاي بس اللي منتجي تنظيميا بالحالة الدفاعية ممتازين جدا يوسف الإمام وزي التحسين. طيب خلي نتابع الهدف الثاني لمنتخبنا جاء بطريقة كابتن يعني نهاد محمد لاحظ استلم الكرة مباشرة سنتر شوت بالجزاء حسين لاوندي موجود. شوف هو أصلا الهدف ينحسب للاعب اللي سوى سنتر شوت نهاد لأن شوف هو ما أخرها حتى ما يخلي مجال أن المدافعين يرجعون وينظمونه ولهذا شوف أنه بمجرد أن استلم وندار حسب إمكانيته شوف مس من نفسه واحدة والثاني سوى سنتر شوت حتى اللاعب القلب الدفاع الأردني ما لحق أنه يرجع ويشوف خصمه وين أو منافسه وين ولهذا هذا الهدف أساسا يحسب لنهاد لأنه بس أنا أقول شوف هنا أو يعني كاثنين مهاجمين داخل البوكس موجودين هذا يدل على انه مو اثنين واحد حتى تمركز حسين وتوقع انه الكره بهذا المكان هذا ذكاء من بلند على فكره هي لو عابرته هم راحت للبلند لانه هو لو عبر حسين لا بلند ورا ذكاء من عنده ليش؟ لان هو عنده القدره الهجوميه شوف قبل شويه بس تهمين انت تراك سوء تنظيم دفاعي يعني انت فراغ بالنسبه للفريق الارضي قبل شويه سالت سؤال وجاوبك حمزه جوابه كان كافي لكن اضيف عليه انه بلند وين تلعب للجانب اكو لاعب هو يحس بروحه هنا صح بلند من نوعيه اللاعب اللي يحس مكانه حتى وان تلعبه مدافع تشوفه يتمنى انه يوصل لهذا المكان لانه هذا مكانه طبيعي فكيف اذا تلعبه مهاجم مايل على اليسار هسه اي كره جانبيه شفتها من اليمين هو قول قريب من 6 ياردات والان الهدف الثاني بعد السنتر شوت اللاعب اللي نفذ بالراس هو كان خلفه ما معناتها انه هذا اللاعب ميزاته هجوميه هو يروح على الجول يندل الجول يعني اتمنى انه للمستقبل نستغله اكثر في ان يتواجد قريب من الجول هسه هاي مو هسه الهدف طول الهدف يعني هذا مو عدم تنظيم دفاعي اللي صار الحاله الجميله جدا من نهاد وهي اول ما استلم راسا ومع الدوران سوى السنتر شوت المبكر هذا راح يلاقي صعوبة المدافعين زين راح تكون المن راح تكون سهولة الحركة والاستقبال المن للمهاجمين يعني احنا الميزة الحلوة الموجودة بالمنتخب الأولمبي عندنا القوة الهجومية اللي فوق كلهم هدافين كلهم ممتازين إذا تجي مثلا بلند أو حسين لاوندي أو نهاد أو علي الموسوي بالإضافة إلى الإسناد كرار منتظر العفو منتظر محمد اللي منتظر مطيح حرية الحركة يتحرك إلى الجانب ويتحرك حتى بالعمق بس أكثر شيء هو مرات بالجانب حتى شيء يسوي بلند يدخل حتى على الموسوي ما كان بالشوط الأول يعني تحس أنه جيد هسه انا شفت يعني بشوط لو مو هذا علي اللي شفناه في بطوله الدوحه عنده اكثر انا اقول لك طيب الان هذه اللقطات طبعا مثل ما تشاهدون الان دخول مباشره من ملعب المدينه الدولي لدخول الفريقين الى ارضيه الملعب للشوط الثاني من هذه المباراه حضور جماهيري قليل طبعا كابتن سلام ايه ما اعرف يعني البطاقه ب10 حسب ما عرفت انه الدخول او 7 احتمال صارت ب7 يمكن كانت ب10 كانت ب10 صارت ب7 كان 10 وكربله ملعب كربله ب7 ما اصور السبب لانه سعر البطاقه بقد ما هي يعني حقيقه انا اعتقد بالدور نصف النهائي والنهائي اذا النهائي اذا يكون العراق طرف فسي هذه تعتبر انا اشوف لعبه العراق والاردن هي الافضل كتوقع فنيا لا هسه احنا 3 اهداف شوط اول اذا الشوط الثاني ايضا شوط مدربين راح يكون كتوقع لكن الحضور الجماهيري سببه لانه كان الاعلام ما مسلط بشكل كبير على هاي البطوله وايضا الناس ما مرسومه شفنا بطوله الخليج يمكن هي اقل فرق منها لكن
في ذاكرة الناس لها طعم خاص مختلف تماما، ولهذا نشوف الحضور الجماهيري. وأصلا بالبصرة من كنا موجودين أكثر الجمهور من بغداد والمحافظات الأخرى حتى من الغربية، وهذا كان حضور غير طبيعي. الآن نشوف في بغداد والحضور قليل، لأنهم مثل ما اتفقنا أنه الإعلام اسم البطولة يعني مو غرب آسيا للمنتخبات الوطنية. كان لو المنتخبات الوطنية كان اختلف. تختلف كابتن إذا تسمح لي. يعني إحنا طبعاً بس أنا وهاللقطات مباشرة الآن من ملعب المدينة والمباراة والشوط الثاني طبعاً لهذه المباراة. تفضل كابتن. كابتن إذا إحنا مرات من نكون حالة إيجابية نتكلم يعني من نظم الاتحاد العراقي بطولة الخليج، إحنا اثنين عليه. واحنا كنا من الناس الداعمين الى تنظيم بطوله الخليج في البصره، لان هذا راح تمشي خطوات للامام، راح تنقل صوره ايجابيه عن البلد. اليوم احنا البطوله بالعراق، العفو ببغداد، اليوم احنا كان لازم اليوم نبرهن للعالم ترى بغداد نفس ما عملنا في بطولة الخليج راح نعمل في بغداد. اليوم حتى الافتتاح كان فقير، ما عايري له اي اهميه، ما مهتمين به حتى وان كان في ايام الفيفا دي. يعني في ايام الفيفا دي وبطوله منتخبات اولمبيه، يعني ما يخالف مو انه تكون احنا كابتن، بس هي كان المفروض انه تكون هاي رساله الى الاتحاد الاسيوي للفيفا. هو هذا اللي اريده وصاني في بغداد، هاي ملاعبنا، هذا جمهورنا، هذا اللي اريد اوصل لان احنا اليوم احنا من نظمنا تنظيم ممتاز وكلهم اشادوا به، حتى رئيس الاتحاد الدولي والاتحاد الخليجي والاتحادات العربيه والاسيويه. اليوم كانوا ينظمون تنظيم اكثر من راح حتى توصل صوره ايجابيه للعالم الخارجي. النقطه الثانيه اليوم الاعلام وكانما ما عندنا بطوله. ما اعرف شنو السبب. يعني هل لان المنتخب الاولمبي بالذات، مو هذا هم منتخب العراق، انت عليك اليوم كل الاعلام اليوم مجند في سبيل حتى تنقل صوره حلوه، لان البطوله في بغداد والبطوله اليوم مجموعتين في بغداد. اليوم لازم ننقل صوره وننقل حدث اقوى من بطوله الخليج. الجماهير زين، انا ليش اسوي البطاقه بعشرة؟ ولا وليش اسويها بسبعة؟ اسويها في شيء رمزي ولا بلفين. اسويها كابتن مو كابتن حتى تسيطر. عجب وشفت اللي بالبصره اللي صار كابتن، اسيطر صدقني، اسيطر. شوف هاي الهجمه، يلا هجمه لمنتخبنا، اعتقد شوف علي موسوي من اللاعبين الممتازين جدا. زيدان اعتقد مهاري. هو بدل الكابتن راضي علي الموسوي، يعني لاعب مهاري استخدم رجليه اثنيناتهم، والدليل يعني شفناه قبل شويه بنهايه الشوط الاول شوت باليسار، والان موه باليسار ولعب عرض، ما معناته لاعب يعرف هو قدراته. اشرك الان زيدان عبد الجبار لاعب فريق كربلاء، نعم. ما عرفنا من الطلع زين. اعتقد انه اكو مساله مهمه على التنظيم، مهم جدا، انه الان الاشاره الاقوى للاتحاد الاسيوي لما احنا بطوله الخليج وين نظمناها؟ بالبصرة في ملعب عملاق وفي حضور جماهيري لا يصدق. صح. الآن أنت تلعب في محافظتين، كربلاء وبغداد، إذا أنت ممكن تعطي إشارة أنه أي بطولة راح تكون للمستقبل في أي محافظة كبيرة. إحنا نقدر ست محافظات نقدر تستضيف النجف. صح. الآن ملعبنا يعني ذات جاهز، ميسان وعندك الكوت وعندك البصرة، لا ممكن الكوت وعندك يعني كعدد قليل، بس ميسان البصرة أربيل، يعني هذا مؤشر تدري. الآن عندك ثلاث مدن وبغداد كم ملعب بيها، عندك الزوراء والمدينة. أنا أقصد أخداوي، أقصد كمدينة والشعب. الآن الاتحاد الآسيوي صار عنده مؤشر أنه على أقل تقدير هاي ثلاث مدن إحنا جاهزة، اللي قمنا بيها بطولة الخليج البصرة. صح. هذا الملعب العملاق، والآن بغداد و صارت أربعة. ما معناته فإذا هذا المؤشر هو الأكثر عدى إقناع للاتحاد الآسيوي على أنه مستقبلا أي بطولة راح نقدم عليها هم صارت عندهم رؤية ونظرة عن أنه شون، لكن نحتاج أكثر بعد بالتنظيم. أتمنى أن تنتهي البطولة وإحنا في أفضل حالات حتى أيضا هذه الفرق وكوادرها الإدارية ورئاسة الوفد تنقل الصورة عن عملية التنظيم، هاي مهمة، عن عملية التنظيم وانتقال الوفود من الفندق إلى الملاعب، هاي مسألة مهمة جدا في هيك بطولات. زين كابتن، هاي خطرة هاي. جول هاي جول عبرت، والله يمكن عبرت. عبرت من الأولى جول، طبت بالجول.
مع بلند وزيدان اعتقد خروج بلند وزيدان عبد الجبار دخل مكانه، بس هذا الهدف خلينا نتابعه. كابتن اصور الحاله الاولى جول من سقطت بالهدف، هي الثانيه اعتقد بس اشوفها الثانيه اللي سقطت بالهدف. اي سقوط الاول اللي من ايد الحارس هي اصور الهدف بها سجل، بس هي هنا الكابتن يعني حتى هنا الضغط على اللاعب، يعني شوف المسافه، ما في ضغط. إيه؟ شوف المسافه فراغ طلع امه. اي بس هي حتى الشوت مو هو دخلت بالاولى. اي بالاولى بالاولى كابتن. اي طبت له طبت جوه بعيد دخلت كان يقدر يبعدها ما ي... كابتن حمزه ما يمسكها المفروض. لا هي صارت حاله مستعجله يعني، وحتى يوسف كامل محيطها، يوسف الامام طلع يمكن لو تلاحظ طلع له يعني، بس اكيد هو يتحملها الحارس كميل، لان اي كميل مو مشكله، احنا عادي بالعكس مو مشكله، احنا هاي كلها هي اعداد بطوله، احنا اكو هدف معين راسمي يوصلون هناك يحققون يدخلون للبطوله يحققون اللي يردوه اللي يريد الكادر التدريبي الجهاز الفني. احنا هاي كلها اعداد، لان انت هسه من تجي تريد تحاسب كميل او تحاسب بلند او تحاسب، انت ما متمرنين، ومتمرنين وين؟ حتى ما متمرنين في ملعب واحد، متمرنين في عده ملاعب، يعني الاعداد صعب وقصير وما خاضوا ولا اي مباراه باستثناء يمكن مباراه مع نادي التدريبيه مع نادي الكهرباء. لهذا احنا بالعكس احنا ذول اللاعبين راح يكونون ركيزه اساسيه وداعم حقيقي للمنتخب. لا تنسى منا نقطه كابتن سلام، لاعبي منتخب الشباب اللي خلصوا الان بطوله كاس العالم ايضا الان اعمارهم اصبحت تسمح لهم بتمثيل المنتخب الاولمبي. المميزين من هم؟ المميزين وقتها هاي متسم راح يروح يدخل الى البطوله عنده قائمه يمكن عنده هسه موجودين الحاليين وايضا عندك من منتخب الشباب. اي هذه ايضا من عمليه البناء للمستقبل، لانه انت الان هو من الصحيح ان يكون اللاعب مسلسل من الفئات العمريه بشكل صحيح، فالان عمره 19 سنه، هسه يسمح له انه يلعب تحت 23، فايضا هذه فرصه طيبه للاختيار اللاعبين، لكن مثل ما اتفقنا انه البطوله صارت سريعه والتحضير مالنا ايام لا محدوده. يعني انت بيوم الاثنين وبعدين وبعدين خلينا نكون واقعيين، هسه احنا مو نقعد نبرر، متفقين الخطا واضح للكل انه حارس مرمى، لكن نفهم هاي كره قدم يعني بها اخطاء، في احسن حراس المرمى ممكن يخطئون، لكن المهم انه بالاخير نطلع بفائده من هذه البطوله. فائده مهمه. شنو الفائده من ناحيه انه تجربه عدد من اللاعبين، الوقوف على جاهزية اللاعبين المحترفين، مشاهدتهم على أرض الواقع، وحتى الجانب الإداري أيضا وياه هم من الجانب الآخر اللي اتفقنا قبل شوية. أما الجانب الفني فهذا لا محال، أنه أنت كل ما زيد وحدة تدريبية راح يستفاد المدرب منها، كل ما زيد لعبة تجريبية أو رسمية راح تزيد فائدة المدرب من هذه المباراة، لأنه الاكتشاف عادة إحنا الوحدات التدريبية أو التقسيمة مثل ما نسميها ما راح تبرز لك اللاعب بشكل، لكن هيش مباريات تحت ضغط جماهيري مسمى رسمي اسم البطولة غرب آسيا راح تكشف لك حقيقة قدرة اللاعبين، لأنه هواي كثير من اللاعبين إحنا جربناهم هو خوش لاعب بالتدريب، بس بمجرد ان تخليه تحت الضغط الجماهيري وتحت المسمى بطوله رسميه تشوفه ما يؤدي، لانه في طبيعته هو ما نقول عليه جبان بس مو شجاع في انه كابتن. حتى العفو قطعك بس اكو نقطه مهمه يعني حتى احكيها فنيا، يعني حتى هسه الجهاز الفني الكابتن راضي العامل الوقت ما عنده حتى يوصل بالفلسفه اللي يريده هو، ما عنده وقت، يعني هي كلها 3 أيام 4 أيام ودخلوا البطولة. زين هذا اللاعب شلون راح يعرف شلون راح يعني يطبق اللي يريده من عند المدرب، ولهذا شوية يلاقون صعوبة. علم التدريب يرتكز على مسألة التكرار، علم التدريب يقول لك بالتكرار هو الحل الوحيد للاعب في أنه يؤدي لك اللي تريده منه، عملية التكرار لها وقت فعلا، التكرار مربوط بالوقت فعلا. فلما عندك وقت طويل وتجي تكرر على اللاعب راح يصير عنده حفظ، اما انت على قولتك السنين 5 أيام تمرن، اذا شلون بيقدر يكرر عليهم طريقه اللعب والتكتيك وحدات تدريبيه واربع. ولهذا انا من وجهه نظري انه ايش يطلع من هذه البطوله احنا زين. هاي واكو نقطه ثانيه كابتن العفو، يعني انت لا تنسى انت تلعب ترى ويا فريق ويا منتخب منظم مستعد، بس انت شوف كابتن هسه هاي اللقطات هسه جاي نشاهد. شوف المنتخب الاردني 2 للامام 2 يعني
اكو ضغط من منتخب الاردن بدايه الشوط الثاني، حاول انه هو راد انه يسجل هدف التعادل باول الدقائق، هو هذا ما حتى بدايه الشوط الاول ضغطوا، عندهم جهه اليسار جدا قويه من اللاعبين المميزين اللي على جهه اليسار. زين هسه هنا هسه هم حتى اكيد كميل، هو من كميل سعد، هو حارس مرمى في الدوري السويدي السويسري. منتخب يعني انا فقد التركيز كابتن حمزه. من هو؟ كميل. كميل لا ما فقد التركيز بالعكس، بس هذا خطا قد لا بعد لا الهدف الثاني. لا يعني هو كان هو ايش صار عنده؟ انا حسب توقعي صار عنده خيارين، يا يريد يبعتها او راد يمسكها، فاختار المسك، كان المفروض هو يبعتها، لان هذا انا ذكر كلام كابتن هاشم خميس مرات حتى من يتكلم ويا الحراس يقول له هي هاي جماليه الحارس، هي هاي لازم انت تبدع بيها، يعني الطيران تبعدها والطيران ويا الطيران اي فهم كانوا يسموها هاشم طياره، فهاي كان يبعتها بتكييف وحاله الطيران مالته وعادي، بس هو يعني للامانه شفته حتى بالشوط الاول كان عنده ثقه. لا تنسى ترى عمليه التفاهم هم جدا جدا مهمه، يعني هو يلعب بالدوري السويسري مو سويسري السويسري، يعني ما يعني وين ما لاعب ويا مثلا يوسف او لاعب ويا مصطفى او زي يحتاج له فتره من الوقت. كابتن احنا حتى لا نبخس حق منتخب الاردن، منتخب الاردن ترى منظم جيد جدا، حتى شفته بعمليه البناء صح، عمليه الضغط وما ما عنده الاستعجال في بناء الهجمه، وجاي يلعب بريحيه همين جاي وهي هاي المباراه الاصعب بالنسبه له، يعرف انه انت تلعب مع منظم البطوله وفي بلده صح وامام جمهوره، فانه ايش قد يقدر يطلع بنتيجه، حتى التعادل بالنسبه له في حساباته هو فوز، هذا مؤشر من الفرق الباقي انه انا واحد من افضل فرق البطوله، لانه انا لعبت اول مباراه مع المنظم وامام جمهوره وبارضه وقدرت انا احصل من نقطه، ولهذا نزل الشوط الثاني هو مندفع، هو خسران اذا انتهت اللعبه خسران، فلهذا يفكر انه دخلي اندفع، وحقيقه هو يعني موضوع الشوت من هاي المسافه احنا دائما بالتدريب نقول للاعب نقول له جرب صحيح. لكن لو ما خطأن هذا الحارس ما كان هم نجحوا في انه يصورون نفسهم هم اندفعوا للامام، ولهذا كابتن شوف انا هسه اتصور اذا خبره لاعبين يعني هم اكثرهم يلعبون في الدوري العراقي اقوى من الدوري الاردني بهوايه، احنا نعرف الدوري الاردني فريقين نختصر على فريقين فقط. شنو تغيير بلنت سبب تغيير؟ انه خلاص شاف الشوط اول يعني ما سجل تغيير ما معقول، انا يعني التبديل انت تعرف انت هذه الكابتن شو تريد تسميه هاي البطوله، بس انت تحتاج النتيجه، يعني ما مو قلنا احنا خلي نشوف اللاعبين، بس مو معناتها انا متاكد كابتن راضي يجرب لاعبين خمسه سته في انه بس يريد يشوفهم، لا هاي بطوله يعني اسمها بطوله احنا ما نعرف هسه شنو فها ما نعرف شنو المشكله بالتبديل، بس هو فنيا كابتن كمؤشر بلند تغيير اضطراري، يعني اقصد بلند كتفكير هو ما يطلع خارج، يعني يفترض هسه كفني كفني نستبعد بس على قولة نستبعد الفني الجانب الفني اوكي مو لانه سجل هدف كان قريب حتى من الهدف الثاني موجود بنفس المنطقه اللي سجل، لكن اكو جائز على قولة الاخ حمزه انه جائز اكو شيء في بال المدرب او جائز اصابه جائز جهد عليه من جراء لها ما اعرف، هذا موضوع اخر. زين انت تعليق كابتن شوف حتى هسه هنا المنتخب الاردني جاي يضغط بثلاث يعني بثلاث مهاجمين والرابع اكو زياده عدديه بالرابع، هو كل ابعاد كره ملعبنا هو دايت شوف زين عندنا الهدف هدف التعادل، خلينا نعيد هدف التعادل راح نقطع اللعبه شويه نرجع اذا هدف تبديل اعطيني اياها فوق ما جاي اشوفها بعيده اعطيني اياها قرار سعد راح يشارك مكان احمد مكنزي زيد احمد مكنزي راح يخرج وقرار سعد راح يلعب. هسه شفت انت هجمات منتخب الاردن كلها من جهه اليسار مال المنتخب العراقي جهه اليمين مالت مكنزي احمد مكنزي هذا شفت الكابتن راح يخرج راح ينزل قرار سعد وكنوش راح يطلع على ما اعتقد منتظر منتظر محمد ايه. صح وزيد راح يلعب صح صح زين تبديل صح خيارات هجوميه يعني بس قرار هو مدافع يسار بس عنده القدره الهجوميه قرار من اللاعبين البارزين بالدوري العراقي قرار سعد ممتاز جدا قرار في مدافع الكرخ مدافع يسار الكرخ
جيد جدا. وأصور راضي سوى هذا التغيير لأنه مثل ما اتفقنا أنه الفريق الأردني يهجم من يمينه اللي هي يسارنا صار صح. يعني حتى الهدف إذا شفنا رمية جانبية انتقلت من جهة اليسار دخل بها دربل إلى وسط الملعب وشوت، فأصور حس أنه هناك أصبح أكو ضعف بهذا المكان وخصوصا هم يركزون على جهة يسارنا، فلهذا سوى هذا التبديل. حتى خلي نشاهد الهدف الثاني اللي هو اللي هي انقطعت من جهة اليسار هي هاي كابت، هو خطأ فادح بس أنا أقول لك هو ما متوقعين حتى لاعبين أنه راح يشوت من هاي المسافة لأن هنا نشوف الضغط صار عليه. أول استلام كان مبين يشوت، أول ما استلم شوف مبين، بس هو كان المفروض من كميل يبعد هو بتكئيد أو يبعد أو بالاثنين يبعدن عادي مو مشكلة، يعني المهم هو يبعد ما تنمسك هاي. شوف لأن كانت لأن صارت عملية الصعود، هو حتى كابتن حمزة حتى الضغط باتجاه الكرة من أساسا من الرمية الجانبية كان ضعيف لأنه خمد أصبح صار محطة ومن ثم ندار ولعب للاعب اللي سجل هدف، مش مستين ثلاثة دخل هو هذا لأنه ظاهر تعرف أنت كل لاعب يعرف قدراته فيعرف قدراته في الشوت، فهو دائما راد يقربها على وسط الملعب وخصوصا على رجل اليسار، نجح في أنه ما حد إجا قطع خط مسار الكرة أمام الهدف. زين خلينا ننتقل إلى مباراة لبنان وعمان، بعدين رح نرجع نكمل على هذه المباراة. المباراة انتهت بفوز المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء، هذا هو أو هذه هي ركلة الجزاء اللي جاء طبعا الهدف من ركلة الجزاء للمنتخب العماني. كابتن سلام مباراة كانت رتيبة جدا وبطيئة بصراحة. والله أنا أكو مباريات من أبا يعني أتفرج عنها أنام شو أسوي، أكو مباريات بالدوري والله بالدوري العراقي يوم قلت نمت قاعد الشوط الثاني النتيجة 0-0 بعد شو قلت قولوت. أنا شفتها كاملة حقيقة بس فعلا مباراة مزعجة لأنه الكونترول كابتن حمزة أنت ما شفتها كاملة لو لا شفتها الكونترول الفردي للاعب، يعني شون نلعب بالنص شون تلعب باصات طويلة بالتمرين شون تخمد تنزل الكرة وشون تدفع، هاي كانت ضعيفة جدا وخصوصا عند الفريق اللبناني، يعني الفريق العماني أيضا ما كان فريق أو مخيف وكذا، لكن فعلا كانت مباراة مملة تماما، يعني ما تستحق واحد ساعة ونص يقابل التلفزيون يتفرجها حقيقة يعني. وأنا على فكرة اعطتني مؤشر بس قلت هذا مو صحيح أنه نقيس البطولة على هالفريقين لأنه ما معقولة منتخب أولمبي، أنت تعرف المنتخب الأولمبي مثل منتخب الشباب، الأولمبي جاي من الفرق الدوري الممتاز في بلادهم، منتخب الشباب أحيانا اسمه منتخب الشباب يكون اختيارات من شباب النادي، شباب الزهراء شباب الجوية شباب الشرط، لكن الأولمبي حكم أن يكونون هم من ضمن الدوري الممتاز، فاللي شفته اليوم من مباراة لبنان ما إلى دخل في لاعب أنه تلعب له مناولة طويلة بدون ضغط يخمد بصدره وتطلع للأوت، هو وش على على كابتن على يجوز كابتن العفو يجوز أنا شفتها يجوز بغير نظرة شفت شفت منتخب عمان منتخب منظم جدا ويعرف شي يريد شي يلعب يعرف حتى بستر كان خصم ضعيف كابتن حمزة اللي يعني ما نقل صورة حلوة أو اللي ما خلى المباراة تكون ممتعة هو المنتخب اللبناني. منتخب اللبناني كان تنظيم دفاعي جيد لكن بالتنظيم الهجومي بناء الهجمة ما عنده أي صفر كان ما عنده حتى إلا في الشوط الثاني يمكن على الهجمات اللي تنقطع مرات مرتدة يعملوها، لكن كمنتخب عمان منتخب جيد لو لاعب منتخب عمان ويانا كان بين على قدراته هو أنا أقول لو لاعب مثلاً ويا منتخب الأردن كان بين على قدراته، مع العلم أكو لاعبين يمتلكون مهارة ويعرفون حتى أنا شفته بعملية البناء بناء منظم جيد جدا كان. كابتن أنت مدرب كرة قدم وما شاء الله عليك كذا كم حسبنا كل مدربين الشباب زغرتك أي أشكرك بس بعدين شفت الورقة ما قلت ما كاتب اسمي كابتن دائما الفريق يبين لما يكون خصمه فريق راقي فريق صح قوي يعني انت فريق عمان اليوم كان يلعب كلاسيك ليش
لانه الفريق اللي قباله فريق مرادي جاري ضعيف إيه؟ فما بينت قدراته، لكن خليه يلتقي مع فريق بمستوى العراق الفريق الاردني راح يبين قدراته. ولهذا سبب انه احنا ما شفنا عمان كل الزين لانه خصمه كان ضعيف جدا، كان ضعيف ممل بشكل. طيب خلي حتى نرجع لمباراه منتخبنا الاولمبي، ما زالت النتيجه 2-2 ودقيقه 64، خلينا نتابع تصريحات بعد نهايه مباراه لبنان و منتخب سلطنة عمان. كابتن مبارك الفوز، طلعتوا بثلاث نقاط مهمة من هذه المباراة لربما جعلت منتخب عمان اليوم يلعب بأريحية أكبر. أول شيء الحمد لله رب العالمين أن ظهرنا بهذا المستوى، وكانت كأول مباراة وطلعنا فيها بنتيجة إيجابية بغض النظر عن كان المستوى في الشوط الأول كان أفضل، لكن هذا مباراة افتتاح فكذي دائما مقريات المباراة. بالنسبة لنا كانت جيدة، فريقنا كان منظم، أدينا اللي علينا، قتلنا الشباب لعبوا، خطأ فردي سجل فينا مباراة، هذه كرة القدم، عمان استغلوا الخطأ وسجلوا ركلة جزاء، منبارك لهم، ما عندنا الحل إلا الفوز ضد يمن، لنشوف ممكن نتأهل ممكن لا. الأجواء كيف كانت؟ ممتازة، قلنا نحن الأجواء ممتازة من أول وصولنا لبغداد، وأنا كنت مدرب بغرب آسيا، مدرب المساعد بالنهائي هون، نحن افتتحنا الملعب، أجواء جيدة جدا، هلا الأجواء كمان جيدة جدا وممتازة. كابتن هاردك، الخسارة مباراة أولى بخسارة ربما صعبت مهمة منتخب لبنان في البطولة. طبعا أكيد هي ضربة على الظهر، مع أنه نحن طلعنا ظهرنا بشكل كتير جيد بالدور التكتيكي، أكيد كنا كتير منيح، بس عملنا خطأ، أخذوا منا ضربة جزاء استغلوها، سجلوا منا وعرفوا يتصرفوا وعرفوا يسكروا ورا ويدافعوا منيح كتير الجماعة. صح الله، صعبت المهمة بس فريقنا قدم مستوى جيد الحمد لله، وهيدا الماتش يعني له أبعاد كتير، استفدنا كتير من هالماتش، إن شاء الله الماتش الجاي ممكن نعوض. أجواء البطولة كيف كانت؟ والله الأجواء بالعراق جيدة جدا، تنظيم على أعلى مستوى والحمد لله. أول شيء الحمد لله على كل شيء، الخسارة جزء من اللعبة، نحن هون عم نشارك ببطولة، عم نتحضر لتصفيات آسيا، منتخبنا جديد نوعا ما، وان شاء الله بنعوض الماتش الجاي ونجيب التاهل باذن الله. اجواء البطوله كيف شفتوها؟ اول شيء بقول شكرا للعراق ولاهل العراق، هذا الاستقبال الحلو يعني ما فيك تلاقي جو احسن من هيك. طبعا هذا اهم في البطوله، ان اهم في المباراه خذينا ثلاث نقاط، طبعا كنا نامل ان نطلع باداء افضل من هذا، بس الحمد لله رب العالمين ثلاث نقاط اهم في دور المجموعات. اول شيء الحمد لله رب العالمين، اشكر اللاعبين، اشكر الجهاز الاداري والطاقم الفني، الكل ما قصر، وان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى. شو شفتوا الاجواء؟ والله الاجواء رهيبه ما شاء الله، صراحه التنظيم وكل شيء ما شاء الله يعني جميل. طيب هذه هي مباراة منتخب سلطنة عمان مع نظير اللبناني اللي انتهت بفوز منتخب عمان بهدف مقابل لا شيء. فلسطين حققت الفوز في ملعب كربلاء في المجموعة الثالثة، طبعا أو المجموعة الثانية، هي هذا هو الهدف، هدف غريب كابتن، هو سقط على الأرض وسجل الهدف. أيضا همين صارت الفرصة في أنه شفناها كاملة. أي إذا أكو فريق يلعب جمل تكتيكية وأسلوب متفق عليه هو الفريق الفلسطيني. صح. يعني لعب كرة قدم خيالية حقيقة، إحنا نرجع للذاكرة ما عدنا غيرها لأنه ما شايفين عنهم شيء، فالذاكرة شو تقول؟ يمكن هو الأضعف من صح. أضعف فرق آسيا يحسب الفريق الفلسطيني. فلو تجي تسألني تقول لي شوف اللعبة، أنا ما عندي استوديو تحليلي ما أشوف اللعبة للأمانة، لعبة فلسطين من تقريبا أكثر من سبع لاعبين هم خارج فلسطين. سببها ليش كابتن؟ سببها تاريخهم، تاريخهم الرياضي تاريخهم الرياضي ضعيف جدا، فما يخليك قدام متعوب. منتخبهم الأول كنا نحسبه فريق ضعيف، لكن حقيقة مفاجأة، أمتعونا في كرة قدم والله العظيم، نقلوا كرات أنا متفاجئ بها يعني، على فكرة مو عشوائية وكأنه شيء متفق يعني موضوع الدوران بيهم صفات الحصان الأسود بالبطولة ممكن هو المنتخب الفلسطيني أي راح يكون يعني فريق مع العلم ترى مع العلم هم شوفوا ضيعوا جزاء هذا 14 أنا دحكي عليها، هم ضيعوا جزاء قبل هالهدف هاي. أي ضيعوا جزاء وكانوا أخطر وكانوا أفضل يعني استحواذ،
خطورة على المرمى وكجمل تكتيكية يلعبون يعني أربع من يعني جمل يعني رائع جدا. وشوفهم فريق مندفع عنده طموح يريد يفوز. بالمقابل المنتخب السوري ما كان عنده شيء، لأن من البداية هو مدربهم صرح قال إحنا إعدادنا فقير، إعدادنا غير جيد، ما جينا لهنا. حتى اللي كان يعاني من الملاعب اللي بسوريا جو هنا تدربوا، لكن ما شفنا شيء من المنتخب السوري. منتخب فلسطين منتخب جيد جدا. طيب نرجع للمباراة، عندك إضافة على هاي المباراة؟ أبدا، أنا عجبني حتى يعني وكأنه صار لهم فترة طويلة هم سوية الفريق الفلسطيني. ليش؟ لأنه يعرف بأي مكان من الملعب يضغط ضغط عالي، وبأي مكان يرجع يدافع زون منطقة. هذا يدل على أنه أكو عقل تدريبي وأكو اتفاق تكتيكي على كل ما جرى في هذه المباراة. نرجع إلى مباراة منتخبنا، ما زال طبعا التعادل الإيجابي وحاضر بهدفين لكل فريق، والدقيقة 71، دخلنا بدقيقة 71 والنتيجة تشير طبعا إلى تعادل بهدفين لكل فريق. الآن ما يعني كابتن هذه النتيجة، خلينا نقدر نقول إنه دقيقة 70، الآن عنده خيارات كل كابتن راضي شنيش. الآن تخرج علي الموسوي ودخول منتظر عبد الأمير لاعب القوة الجوية، ايضا لاعب جيد مهاري، ايضا راح يلعب على جهه اليمين. اكثر ما دا يبدله راضي شنيشل هو الاندفاع الامامي، وهذا حق مشروع انه دا يلعب في ملعبه ومباراه افتتاحيه ويفكر انه يحصل نقاطها الثلاثه. هجمه خطره كابتن، صح جم. فلهذا تبديلات انا يعني هذا، لكن اكو مساله مهمه لازم علينا ان ننتبه لها. يعني أنا وأكيد تركزت وياي إنه ملعب المباراة أرضيته غير جيد، يعني باع أنت شوف إنه انتبه كم لاعب الزحلق، ويعني حذار من إنه حارس المرمى والمدافعين إنه يعني لازم على كيفهم يتحكمون، لأنه معروف الأرض مبللة أكثر من الطبيعي. زيدان يتعلم من البداية هاي، لا استلم ولا أنتظر. من المباراة الأولى كابتن، إيه الملعب غير جيد. إيه هو المباراة الأولى إيه؟ يعني منتخب عمان، شوف الخيل يشلع بأرجل اللاعبين، إيه؟ التزحلق هواية، وهذا ممكن يسبب يعني مشكلة بهذا الموضوع. زين، أنا يعني كانت هذه هجمة طبعا من البداية إنه زيدان لعبها منتظر حلو صراحة، كرار لعبها حلو، لا منتظر طالب. منتظر لعبها لكرار إيه، إيه؟ هو اكو ضغط لمنتخبنا الان كابتن، بس هم شوف حتى المنتخب الاردني قاعد يلعبون على اثنين اللي هم في الامام على هجمات المرتده. هو مو هذه ايضا هي ناحيه دفاعيه تعتبر، ليش؟ حتى لا يخلي زياده عدديه من مدافعينا على فريقهم، ولهذا يعني من عقليات المدرب جزاء، ممكن جزاء؟ اي دخل جزاء، لا يمكن انذار. انذار؟ اي اعتبرها تمثيل، اتصور الصور اعتبرها تمثيل. لا 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 ما احتسبها، لان ماكو بيها فار. اي ما بيها فار، لا ما احتسبها. لا اشر له انه دير بالك، لانه هو الحكم من وجهه نظره مثل. زين. بس ما يعني هسه راح تنعاد، هسه خلينا نشوفها بالاعاده هاي. هو اللي قدام قرر السقوط. حسين كان والله يكمل. كان يكمل والله بيها جزء. بيها. لو اكو فار، لو اكو فار رجله طخه. لو اكو فار بيها جزء. لو اكو فار بيها جزاء. صوت العاد من الجانب موصلن سيارتين؟ ها؟ مال فار؟ شو اختي وصل؟ لا ماكو، هذا ما بيها فار هاي. لا بس هو على الدوري الموسم اللي يجي يقولون اكو فار. يقولون والعهد على القائد. كابتن حمزه هو لا، هو قال لي ياسر الفريق انت بس يوسف الامام. يوسف عاجبني جدا. اي والله انا احب هيك بس يعجب المدافعين. انا احب هيك مدافع قلب حتى كابتن سلام. اي هو مركزنا، مركزكم تعرفون. شوف شلون حتى من يستلم الكره هادئ عاقل، من يستلم كره يلعب باص صحيح. وانا اقول لك حتى زيد انا احس اكو يعني اكو تفاهم بيناتهم، رغم انه لعبوا في بطوله الدوحه وهاي البطوله الثانيه لهم مع بعض. ابو اسحاق، الهجمة المنظمة عادة تبدأ من أشباه وسط المنظمين، من قلبي الدفاع. هسه واحد ما يعني يقول هاي ايش دا يحجون، لا هاي حقيقة، لأنه إذا بدت الكرة صحيحة من رجل قلبي الدفاع إلى الفريق، ما معناتها أنه ممكن الهجمة أن تكون هاي فترة استراحة يشربون فترة استراحة الجو حار. كابتن هاي هم هجمة خطرة كانت بنفس طريقة الجول باح. كابتن حمزة يعني حتى لاعبي المنتخب الأردن الآن
صار عندهم انه الجرأة بالتسديد من خارج الجزاء. منتخب يعني هم مو منتخب مثلا غير جيد، هو منتخب مستعد لهي البطولة وعنده لا ومنتخب مبين مستعد ورايح معسكر وخاض مباريات. كانوا بمصر، كانوا بمصر 10 أيام. يعني أكيد هذا مبين واضح منتخب جيد. عنده لاعبين محترفين؟ ما أعرف والله، ما عندي معلومة، بس هم أعتقد صار لهم فترة طويلة مستعدين، يعني هم حتى شاركوا في بطولة الدوحة على ما أعتقد، ورايحين معسكر، يعني أفضل من إعدادهم، أفضل من إعداد منتخبنا. صح، ولهذا هم ترى حتى يمتلكون لاعبين جيدين، منتخب جيد. لا هم ترى اثنين عندهم من المنتخب الوطني من الأول. ايه يعني هذا ايضا انه يعطيك ادفانتج. بس هنا أنا لا لا هو عادي يعني انه هنا أنا شنو هم هسه اكو نقطه مهمه كان يعني ينتبه لها كابتن راضي. هم ما ينقلون الكره بسرعه ملعبنا، يعني يعملون بناء، وحتى في بعض الاحيان بناهم بطيء. لو نسوي عمليه الضغط عليهم، يعني احنا عندنا فوق ثلاثه، لا وندي وعندنا منتظر وعندنا نهاد، عملية الضغط يسوي عليهم حتى لو يبعدون الكرة عشوائي، المهم بس المهم ما نخليهم ينظمون الاسترداد. لازم تسوي انت في بعض الأحيان انت لازم تغير شوية من استراتيجية اللعب، يعني مو كله نفس الرتم. لازم انت تسوي ضغط عالي، اذا شفت مثلا المنتخب او منتخبنا الاولمبي شويه مثلا الاصابه الارهاق شويه رجعهم. لازم يصير تنوع، يعني ما تظل انت نفس الرتب. كابتن، هو بالمفهوم العام الان دي يلعب على ارضك وامام جمهور. صح، بالمفهوم العام انه احنا لازم نهاجم. هذا الهجوم حتى عند استلام الكره على قولتك في منطقه دفاعهم عند الحارس او المدافعين، شوف هاي الكابتن احنا يفترض ان نسوي ضغط عالي لازم. حتى مثل ما قلت الاسترداد يكون اسرع، أسرع لانه احنا بحاجه الى الوقت ان نكون قريبين من مرماهم، فهذا يحتاج الى عمليه ضغط للامام. نحاول دائما انه لا نخلي حارس المرمى يحرك، لا نحاول ان نخلي تتناقل الكره يمين ويسار بيناتهم كمدافعين. ولهذا انا اتصور انه حتى بالحاله الدفاعيه انه يفترض انه ندفع مهاجمين على مدافعيهم حتى عمليه العشوائيه بالمناوله. انا كابتن حمزه حتى بعد التغييرات اللي اجراها الكابتن راضي الشليشي بدايه الشوط الثاني، منتخبنا الان الافضل افضلي الاستحواذ، لان ستحس المنتخب الاردني تراجع واعتمد على الهجمات المرتده. الاثنين الى الامام افضل، لان عندنا صارت القدره الهجوميه اعلى، نشط المنتظر، حول نهاد على اليمين، دفع بزيدان، يبقى عندنا بس اللي يبقى زهيد شوية بس يدخل بجو المباراة اللي رقم 19 اللي بدل صار أكثر من زيد إسماعيل. لاعب نوروز، زيد إسماعيل لاعب نوروز، لاعب نوروز يحتاج يدخل بجو المباراة، لأن أكثر من كرة تباطئ بها، يحتاج شوية، لأن هو من اللاعبين جيدين حتى بالدوري أنا شفته جيد جدا، لكن خليه يدخل بجو المباراة حتى ينقل الكرة، يعني استلامه، لأن هو أنت تلعب جنب الارتكاز جنب كرار، لازم أنت شو تسوي؟ تستلم تلعب بسرعة، التأخير راح يولد ضغط عليك، راح شو تسوي؟ راح تضعف فريقك، لأن كل كرة تنقطع من عنده شو راح يسوي؟ هجمة على 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 منتخبنا، ويحتاج ده شوية يلعب الكرة أسهل وأسرع. شوف هسه حتى عبد الله أبو زمع كابتن مدرب المنتخب الأردني، التغييرات اللي أجراها تعادل ويحافظ على نتيجة التعادل، إنه يقول لك أنا أدخل هذا المنطق، منطق مو نقطة من مباراة وأمام العراق أنا أخذ النقطة. أصعب مهمة نعرفها في كل بطولات اللي خضناها إحنا كلاعبين واللي نعرفها، أن تلعب مع الفريق المنظم للبطولة الافتتاح. يعني هذه متعارف عليها انه الافتتاح مع اقوى فريق، اكثر فريق جماهيريته هو الفريق العراقي بهالبطوله. مساله مهمه جدا، من بدا الشوط الثاني احنا اتفقنا منين دي يهجمون وصار الهدف لهم من جهه يمينهم اللي هي يسارنا، فاذا تبديلات راضل بالبدايه الصحيحه انه اطت روح جديده لجهه اليسار بالتبديلات اللي اجراها، لهذا هسه
ورا هذا التبديل شفنا انه قلت ميزتهم من ناكه، يعني ممكن صار عنده شوت واحد بس مو بالاريحيه اللي شوتها بدون ضغط دفاعي عليه وسجل الهدف الاول الثاني للتعادل، ولهذا اتصور نجح بدرجه كبيره في انه نغلق المنطقه القويه بالنسبه لهم جهه يمينهم اللي هي جهه يسارنا. هلا يعني سجاد زور ساي يقول الجزاء واضحه كانت جزاء إيه لا جزاء واضحه بالاعاده بها اول مره لا بالإعادة شفنا بيها كابتن أكوفار لو أكوفار لو أكوفار جزاء مست نهاية قدم اللاعب العراقي صح نهاية القدم هو بس أنا أقول لك هو هذا يعني أكو ضغط هسه شفت تلاحظ أنه نقل الكرات للاعبينه في منطقة الوسط هذا زيد اللي قلنا عليه كابتن هسه احنا يعني شوية لاوندي حسين لاوندي يعني تدري أنت لاعب كل المباريات مع نادي الطلبة فأكيد يصيبه بعض الإرهاق بس لو يعزز ذو الفقار ينشط القدرة الهجومية مالتنا أفضل أنت هو بالمحصلة الأخيرة هو راح يجرب كل اللاعبين فهنانا لازم شوية حتى شوية لأن بعده لاعب شاب ذو الفقار ومهاجم جيد راح يضغط عليهم يثبت نفسه شوف هسه هنا هسه قبل دقيقة حكينا على الضغط العالي الضغط العالي الآن صار استرداد الكرة هاي هم بيده داود شفت؟ ايه هذا الضغط اللي كنت تحكي بالهذا لكن انا دبع الهجمه لانه امامي هسه رجعت الكره للفريق العراقي نتيجه الضغط العالي للامام ايه؟ اخطا حارس المرمى في انه يلعب لازم 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 فهذه فرصه في انه نضغط للامام ايه؟ حتى نستحوذ على الكره باسرع وقت صح هي هذا الضغط اللي لا مو هاي قبلها كانت يمكن ايه قبلها كانت قبلها كانت هاي هم هنا اكو اعتراض طبعا كابتن صار سي خارج الجزاء مو؟ ما يخارج الجزاء لا لا خارج بس على قوس الجزاء لازم باوع شوف بس الضغط هنا بس لازم من شوف بس هنا لازم نروح بس لاوندي هنا لازم منو هسه؟ لازم يصعد نهاد اي يصعد لازم نهاد هسه لان هنا انت وزيد همينه زيد اسماعيل مو؟ لا مو اي لا 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 خطا هاي زين يلا لا لا زين صلحها كميل بس هو يوسف اخطا هنا حتى بعمليه رجاع الكره هنا شوف هنا مرات ايش كم مره ايش كم حلقه حكينا انا وكابتن هنا يصير مخاطبه لازم مخاطبه يقول له مثلا على كيفك او دير بالك وراك وراك اللاعب هنا يصير مخاطبه هاي اللي نحكي بها عمليه تواصل لازم يكون عرفت هذا اللي شوف حتى الزياده العدديه كابتن سلام للمنتخب الاردني قليله يعني باربع مدافعين وركنيه جا شوف تعادل بالنسبة لهم خمسة بس هم زيادة اللي هم خارج الجزاء موجودين بس هم فريق منظم حقيقة لا فريق منظم فريق منظم يعني أدوات صحيح يشتغل يعرف شو وقت يبطئ شو وقت هذا شفت حتى من كنا احنا ضاغطين يعني بالدقائق الماضية تلاحظ ان هم منظمين يعني لا لا منظمين هو تحت الضغط يحتفظ بالكرة ايه؟ انتبه احنا ضاغطين وهو تحت الضغط اي لاعب يستلم كره يصير محطه للفريق يعني يحافظ على كرته لحين صعود اللاعبين الباقين ومن ثم يلعب اذا هذه من الميزات اللي تساعد الفرق الكبيره في انه تبقى الحيازه تحت اقدام لاعبيهم كابتن حمزه هذا اللي جاي نقول عليه انه تدوير الكره من الدفاع البناء وبتبدي بس هنا شنو الخطا هسه من اللعب الطويل هذا اللعب الطويل انبطل ما لحق نسلم هذا اللعب لان انت ما متفقين عليه شوف بس شوف هم حتى عندهم بعض الاخطاء كابتن اي هاي صحيحه حلو هاي صحيحه حسين بس لو لاعبها سلام حلو لو لاعبها المنتظر ايه مباشره شوف هذا اللي كنت تتكلم عليه هذا اللي قلت انه اللعب الطويل اللعب الطويل اي اللعب الطويل شخصي او مثلا على حركه المهاجم بالفرار لا تلعبها مثلا هو واقف لان راح تكون مواجهه المدافع افضل من المهاجم زين هذا احنا مريد يعني مثلا اللعب الطويل العشوائي هذا يعني يخرب جماليه المباراه زين حتى نعم كابتن سلام المباراه ترى مفتوحه هجمه للمنتخب منتخبنا الاولمبي هجمه للمنتخب الاردني خطا هاي استعجال على فكره ترى الدافع البدني صار بها بدرجه عاليه مثل ما اتفقنا لما تكون ارضيه الملعب مو بمستوى عالي تاخذ كثير من جهد اللاعب ترى الفريق الأردني تعب جدا بهذا الموضوع يعني تعب لأنه مو بس دا يدافع بمنطقته أيضا دا يطلع يهاجم هذا دليل على أنه صار هسه لاعبين اثنين شنجة قبل لا هذا شوفه ما معناته أنه أكو جهد عالي دا يقدمه تعرف هو
يفكر انه يطلع اقل تقدير تعادل. بس هي المباراة مفتوحة. لا لا مفتوحة للفريقين. الفريقين يعني رغم انه هم المنتخب الاردني يعني متراجع عكس المباراة الاولى ترى اخذوا فرصتين هسه من الشوط وهسه هاي الفرصتين ورا الجول اخذوا فرصتين هذا دليل على انه فريق ما باقي بمنطقته بس يدافع يهاجم انت بقى حتى الاندفاعات البدنية عندهم شوفها على مستوى عالي وبعرضية الملعب ايضا. كابتن حمزة الدفاع حتى المنتخب الأردني الدفاع والضغط العالي اللي هم أيضا عندما إحنا نستحوذ على الكرة عندهم يعني بالأربعة اللي اثنين مهاجمين واثنين بالوسط قاعد يضغطون يحاولون إنه الضغط العالي اللي على منتخب أنت كل ما تضغط بصورة صحيحة شو راح تولد أخطاء عند الفريق المنتخب المقابل فهم هسه من ضغطوا ببداية المباراة سووا سجلوا فيريد يكررون عملية الضغط لأن هذا اللي نتكلم عليه إحنا التنوع أنت في بعض الأحيان أنت تخلي المنتخب يتقدم يعني على الساحة حتى تولد فراغات في بعض الأحيان أنت أضغط عليه يعني هذا اللي تكلمنا عليه الضغط العالي حتى يولد أخطاء شوف هنا نقلوا الكرة هسه انت شوف هنا لاحظ نقلوا الكرة من جهة اليسار وجا رباط عملية صعودهم ممتازة جدا يعني عملية صعود ومتدربين عليها على فكرة يفترض الآن هم الفريق الأردني هسه أي واحد غيره الآخر خمس دقائق هو يرجع أن يغلق المساحات لأنه مثل ما اتفقنا أنه التعادل من صالحه لكن هم باحهم ليه هسه شوف هسه خمس لاعبين هم صاروا خارج الملعب شوف احنا هسه لازم شي يصير ماكو زياده عدد زياده لازم تصير شوف ما عندنا هسه تعرف يعني المشكله زياده هجوميه ما عندنا احنا ما عندنا زياده عدديه والارتداد المنتخب الاردني جيد بس انت شفت الارتداد السريع المباشر رجعوا اي اخ حمزه الفريق الاردني المشكله انه اي يعني هسه يفترض به ان يغلق مساحاته لكن صح. هو بعد ده يهاجم يعني فرصه ذهبيه في انه مهاجمينه يصعدون باسرع وقت حتى يسوون زياده عدديه للامام لكن هسه هم شفنا الكره الجانبيه شفنا هم خمس مدافعين من السته مع اثنين او ثلاثه من اللاعبين يعني هو تفكيره يقول لك انا اذا حصلت خطا وسجلت هدف أنا فايز على منتخب اللي منتخب البلد المنظم. ثاني شيء أنا راح أصعد لأن هسه هو مثلاً يقول لك عندي مباراة راح يلعب ويا الإمارات هو قبلنا. صح. إذا طلع بنتيجة إيجابية هو صاعد. شوف كابتن هذا هسه المهاجم اللي رجع سوى ضغط مكرر على خمس مناولات. صح. هذا جهد سوى وبآخر دقائق المباراة سوى ضغط على لاعب الوسط دفاع اللاعب دفاع اليمين راح ضغط والشبه الوسط والحارس. اذا هذا جهد عالي هذا المدافع شلون باوع يوسف شوف ذباء شلون يصعد شلون صعوده شلون عقل شلون لاعب جيد يعني ممتاز جدا يوسف إيه؟ يوسف الامام كابتن انت اكو مشكله انا احس انه حتى تأيدني او لا اكو انخفاض بالمستوى اللياقه البدنيه شويه والجهد العالي وارضيه الملعب اللي تكلمت عليها اللاعبين اللي ما شايفهم راضي بالدوري مثلا اللاعبين اللي جاي من برا ما تعرف ما تقدر المقياس انه هل هم بدنيا باحسن حالاتهم او لا فمن حقه يعني بهذا الموضوع لكن لاعبي الدوري المحلي احنا نعرف دورينا شغال وافضل وضع الى ان تكون لياقتك البدنيه بحالها وانت تجي من مباريات رسميه عاده ايش قد ما تتمرن نقول اللاعب خلي يصير عندك نفس المباراه تجي نتيجه تجريبيات رسميات فالان اللاعبين اللي بالدوري العراقي ما صور اكو عذر في انه بدنيا هم غير جيدين او ما متاهلين لانهم يلعبون دوري ممتاز اما اللاعبين اللي جايين من برا ما اعرف انه هل هم وضعهم يعني كانوا وراء دوريات اللي توقفت او انتهت في اوروبا تعرف متعارف عليه في اوروبا تقريبا كل الدوريات توقف في وقت واحد صح. هل هم اخذوا راحه سلبيه بعد الدوري اذا منتهي عندهم او لا هذه مساله يعني جائز راضي من حقه انه يريد يشوف اكو نقطه مهمه هسه شوف قول ليش احنا قلت خطورتنا في الشوط الثاني مو نفس الشوط انخفاض اللياقه لا مو بس انخفاض اللياقه عندنا ابتعاد صار بعد مساحه بعيده بين نهاد وبين منتظر يلعب على الطرف مو نفس مميزات بلند يدخل للداخل ويصير مهاجم ثاني كل منتظر من النوع اللي يراوغ ذو الفقار يراوغ ويروح على الجانب او يدخل للداخل بس مثلا هسه الكره عكسيه يدخل المنتظر لا ما يدخل
كرة عكسية من الجهة اليمين مثلا هو يلعب على جهة اليسار، لهذا شوف صار تباعد بين بين المهاجمين الثلاثة. لعبنا بارتكازين، صار ما لعبنا بارتكاز واحد، صار مسافات بعيدة، صارت مسافات بعيدة احنا. هذا 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 اكو